فيا رب نسألك أن تجعل هذا الشهر شهر نور وبركة، وأنت ستنظر لنا في أول يوم في هذا الشهر. فنسألك يا مولانا، إذا نظرت إلى قلوبنا فوجدت فيها مثقال حبة من خردل من وجع أو ألم أو ضيق أو حرج أو كآبة أو قلق، امحو كل ذلك واملأ قلوبنا بوصلك، واملأ قلوبنا بأنوارك. اللهم اجعلنا على أخلاق أهل الجنة، وجنبنا يا ربنا قبح أهل النيران، واجعلنا في حصن من الشيطان، وارزقنا في كل ذلك الإيمان والاتزان، وأن نكون من أهل الجنان. يا رحمن يا ودود يا كريم، اجعلنا ممن حازوا وفازوا برمضان يا رب العالمين.